نأمل نعبر كده سريعا على ما كتبته طوال السنوات الطويلة الماضية، أهم الحاجات اللي طرحتها. يعني يا مدام سيب، أنا عامل فوق ال 120 فيلم، مش معقول وقت البرنامج هنقعد نتكلم أهم القضايا، يعني مشاكل شباب، مشاكل اجتماعية. كان باب الحديد، وأعتقد إنها كانت نموذج شخصية إناوي دي، هي كانت بتعبر عني أنا ابن الريف اللي كان حلمه يصل إلى القاهرة، وكيف ان دايما القاهره او اي عاصمه في العالم هي اللي بتجذب الشبان الحالمين لتحقيق احلامهم، وازاي انهم يصدموا مع الواقع، لان دايما البلاد الصغيره والقرى الصغيره او المدن الصغيره لها تقاليدها وظروفها وتفكيرها، لكن دايما العاصمه بتبقى وحش كبير بيبتلع ما بيرحمش حد، فاللي بيقدر ينجو منها ينجو، واللي بيقدر لا ينجو زي ما تقولوا بيتفرم فيها وبتاع. فكانت دي تعبير عن فكرتي انا، يعني مثلا لما اقفز على الاحداث بسرعه واصل مثلا لبعد حرب اكتوبر، طرحت بيت القاضي، القضيه الخالده او المعروفه عند العالم، دائما يقول لك الحروب يكسبها الشجعان ويجني ثمارها الجبناء، لان فعلا الناس اللي ما بتحاربش هي اللي ما تقدرش تحس بمعاناة المقاتل. ففي بيت القاضي عرضت هذه المشكلة، وتنبأت في الوقت نفسه نتيجة هذا الخلل بما بالتطرف الديني قبل أن يطفو إلى السطح. برضو لما نقفز على الأحداث، الشباب في هذه الفترة اللي اختل فيها الميزان الاجتماعي والاقتصادي، وأن أصبح في بعض أولياد أثرياء فيتهم فلوس، فأصبحت لأن كيف دخل الهوريين مصر؟ ليه ما دخلش قبل كده؟ لأن الناس اللي التجار العالميين يعرفوا أن الهوريين دلوقتي فيه ناس تقدر تدفع ثمنه، لكن قبل كده كانوا عارفين أن محدش يقدر يدفع ثمنه، فعندما حصل شيء نوع من الثراء بدأوا يدخلوا هذا السم الأبيض. فبدأت أناقش القضية، وكثير من الأمهات حولي منزعجين من حكاية أولادهم الإدمان، فكان عليك مشكلة الشباب في فيلم ديسكو ديسكو خد جايزة بكل النواحي البتاع ده، ان بقول ان الشدة مع الابناء مش كفاية، وان الحنو زيادة عن اللزوم مش كفاية، وان لازم تكون الامور وسط ورعاية الاطفال والاخره. واعتقد ان الفيلم لقى نجاح جماهيري وخد جايزة من مهرجان القوم. فانا بنحو دلوقتي نحو اسلوب صعب جدا اللي هو اسلوب الكوميدي، ان انا احاول اي مشكله اخدها اعرضها باسلوب كوميدي عشان اخفف وطئه عبء الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه على المتفرجين. ففي موضوع جديد اسمه ولد وبنت وشايب، خرج مدام انس الدغيدي، بطرح فيه فكره يعني حتمتها الظروف التناقضات الاجتماعيه، ان ازاي ان البنات دلوقتي بعض البنات بيفضلوا انهم يتجوزوا الرجل العجوز الثري على انها تستنى تقعد جنب شاب لسه يدور لها على شقه والاخر. هذا هو الواقع، لكن انا لم انتصر اليه في الفيلم، لكن بقول ابدا ده خطا، ولا بد ان الشباب مهما كانت المحن ان الشابه تتزوج شاب في الاخر ويكافحهم للحصول عليهم ايا كان، لان معنى الهروب من المشكله ليس هو الحل. استاذ عبد الحي اديب، حضرتك كان لك مسلسل واحد فقط تلفزيوني، وهو مسلسل فيه حاجه غلط. لم تكرر تجربه الكتابه للتلفزيون، لماذا؟ الكتابه للتلفزيون مسلسل تلفزيون دي قدره مقدره، يعني في ناس لهم المقدره ان يكتب 15 حلقه او 20 حلقه او 30 حلقه، دي مقدره. برضه الاخ ده اللي بيكتب التلفزيون 15 حلقه، لما تيجي تقول له اكتب لي بقى فيلم في ساعه ونص يبقى صعب عليه، لان كتابه فيلم ساعتين برضه دي مقدره. فكل خلق لما يسر له. حضرتك بتحب التخصص يعني؟ مش التخصص يعني، يعني موهبتك اكتر هي ممارسه، يعني ممارسه، يعني كاتب الحلقات التلفزيونيه هو لانه متمرس عليه، انا لا يمكن اجاريه او ابيز، هو ملك في الحكايه دي. انا مهما دخلت، يعني مثلا عشان اقول لك ان انا اكتب مسلسل كويس قعدت سنه وثلاث اشهر، مسلسل فيه حاجه غلط ده، فطبعا كان واقف حال بالنسبه لي، لكن بقى اللي عندي لاني دخلت البتاع، فطبعا خدت التجربه لقيتها كويس، يعني ان مسلسل ياخد مني سنه وثلاث اشهر، طب وبعدين؟ ها؟ فقلت لا، خليني في الميديم بتاعي احسن اللي هو السينما، اكتب افلام وانا عندي قدره على الاختزان مش قدره على الاسهاب، يعني في ناس عندها قدره انها تسهب وفي قدره انها توجز. ازاي ذاك دلوقتي؟ كويس يا اخويا الحمد لله. ورحت في سابع نوم. انا عارف من الاول انها حاله تخمه يا بابا، بس انتوا اللي هولتوا الحكايه.
يا ابني صحيح زكي غريبة، لكن خلاص بقت من العيلة ولازم نشيلها على كفوف الراحة. أستاذ عبد الحي أديب، يمكن مؤخرا في شركات كتيرة جدا بدأت دلوقتي تنشأ علشان تنتج السينما، رأي حضرتك في الشركات الجديدة اللي موجودة في الساحة، وبرضو رأيك كشيخ كتاب السيناريو في حل لأزمة السينما اللي بنتكلم عنها دايما؟ يعني سبق أنه قلت لحضرتك أن هي المسألة المشكلة مشكلة اقتصادية بحتة خالص. أنا بقول لك في الفترة الأخيرة اضطريت أنتج أنا مدام إناس الدغيدي استكوزة ليه؟ لأن سبتوا منه يا أستاذ عبد الحي؟ ما أنا بقول لحضرتك ما إحنا لم ندخل الإنتاج بقدر إننا نكسب، إحنا للتواجد لأن لقينا المنتج نشتغل. عايزين نشتغل. فالتجربة العملية أثبتت أن الفيلم المصري بالشكل الأعباء الضريبية اللي عليه دلوقتي وإغلاق بعض الأسواق وقلة منافذ التوزيع خسران 100%. انا بقول لك ليه؟ يعني ما بيكسبش حتى لما يتوزع فيديو، لما يتوزع داخلي وخارجي. اقول لحضرتك انا مش عايز يعني اثقل على الساده المشاهدين، بقول لك تجربه عمليه، بقول لك يا دوب انا ومدام ايناس الدغيدي طلعنا باجرتنا. ليه بقى؟ يعني مثلا ما تبص الارقام مثلا اللي بياخدوها الفنانين، الضرايب، فمثلا الضرايب مثلا الدوله بتاخد 22.5% ضريبه، ده غير انها بتاخد على الفيلم لما بيستروا بتاخد عليه ضريبه، مش عارف بتروح ايه تعمل ايه تاخد ضريبه، يعني في ضرائب اخرى غير الضريبه اللي هي ملاهي. فالمساله اقتصاديه، فالحل العاجل مش الاجل، العاجل ده ان ترفع الدوله زي ما فرنسا لقت ان السينما بتنهار عندها نتيجه غزو الفيلم الامريكاني، وايطاليا نتيجه فيلم غير الامريكاني، والقنوات الفضائيه واو الى اخره، راحوا شايلين الضريبه ومدينها للمنتج عشان يمشي يستمر. والناس هنا لازم تفهم أن استمرار الفيلم المصري معناه استمرار السفارات الدائمة لمصر. طبعا الفيلم المصري جاي سفير وفي في في عز وفي من صناعة، وفي الوقت الحالي دلوقتي في الجات لما تخشي أنت الصناعة الوحيدة اللي ممكن تصدريها. ما أنت دلوقتي في الجات إيه؟ مش هتقدر تصدري عربيات، لكن تقدر تصدري فيلم، لأنك أنت ما فيش حد ينافسك في هذا المجال في المنطقة العربية. في حد يقدر يعمل صناعة السينما غيرك؟ يبقى إذن أنت لماذا لم ندعم هذه الصناعة وهي الصناعة الوحيدة اللي ممكن في المستقبل أنها تبقى صناعة تصديرية بناء على قانون الجات؟ في سيناريو جديد حضرتك بتحضر له ولا حاجة؟ لا، يعني هي فكرة رومانسية واردة، بس هناك أنا مش عايز أتناقض مع المتفرج. طبعا هو عنده ما فيه مشاكل يومية، فلما يجي مثلا يعني مثلا هناخد افرض في قصة حب دلوقتي شاب وشابة، وبرضه هقولها بالاسلوب الكوميدي اللي هو اللي فيه شيء من المراره، مدين بعض الميعاد انهم يتقابلوا في كازينو مخطوبين يعني خلاص، هي يعني جابت لابسه كويس قوي وجابله شراب جميل وبتاع جديد عشان يبقى الطقم كويس، راح تقابل خطيبها اول مره. فاول شيء لما هتطلع في الاتوبيس ايه اللي هيحصل لها؟ الشراب هيتقطع فهيتنكد عليها. راحوا مثلا وتقابلوا في محل، فقعد هم هناك الراجل عامل جيب، ما ده الزحمة، ما هو ده ازدياد السكان، ازدياد تزايد النسل بشكل غير طبيعي، مليون كل 8 شهور. شوف الجمهور لما يشوف الحالة دي، هو عامل حسابه على 5 جنيه، فالراجل جايب له فاتورة 7 جنيه اللي عشان في شوية بيبسي ويقول له ضريبة المبيعات كذا ومش عارف ايه كذا وكذا، هو مش عامل حسابه على ضريبة المبيعات، هي كان الحكاية ان 4 جنيه وهيدي البتاع نص جنيه يفضل 50 قرش يروح بيهم. فطبعا اصبحت لقاء الحب والناحية الرومانسية اصبحت حاولت الى مأساة، بس برضو نتفائل. طب يعني ما هو انا اذا حبيت اعمل رومانسية لازم اجيب واحد بقى عنده عربية، واخد بالك؟ شرط يعني الحب برضو موجود في يعني في كل الأوساط وفي كل زمان ومكان. الحب موجود، ما هم الاثنين دول اللي بيعانوا، ما هو ده رومانسية حب، بس حب ايه بيواجه الصعاب، المعاناة ومواجهة الصعاب شيء جميل. الرومانسية بتاع اللي يجري ورا الشجرة زي بين الأطلال زمان ويقول هياتها الشمس لا تغيبي، واحد بيجي صعب، ما حدش صحيح احنا نتفرج عليها نقول يا سلام على قيس وبين الأطلال حاجات يا ريت فين نتمنى، لكن الواقع الحالي لا يمكن. على العموم نكتب الرومانسية بالواقع برضو إن شاء الله إن شاء الله. نشكر حضرتك جدا، ألف شكر يا أستاذ عبد الحي. ده أنا اللي شاكر، وأرجو ما أكونش أثقلت عليكم بالحديث. أهلا بيك أهلا بيك.
في نهاية حلقتنا سيداتي وسادتي بنشكر الكاتب والسيناريست وشيخ كتاب السيناريو الأستاذ عبد الحي أديب، وإلى اللقاء في دردشة أخرى وضيف آخر إن شاء الله.